فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب في العشرين وأنا يتيم الأبوين، وقد من الله علي بالالتزام بدينه، فكل ما تذكرت والدي بكيت ولم أتمالك نفسي، فهل آثم على بكائي عليهما؟ وما هي وصيتكم فضيلة الشيخ بالأيتام، وكيف يعاملهم الناس أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرك وأن يعظم أجرك وأن يخلفك بخير. الله خير لك من والديك، والله أرحم بك من أبيك وأمك. واعلم أنك إن فقدت الوالدين حنانا ورحمة وبرا، فإن الله سميع قريب مجيب، وقد تولى أمرك، وما ابتلى الله عبد من عباده ببلية، وأحسن الظن في ربه إلا عوضه الله خيره، وأبشر بالخلف من ربك وحسن العاقبة من الله، وانظر رحمك الله كيف عوضك الله بالهداية ونشر لك أسباب الخير والولاية وحبذ إلى قلبك طاعته ومرضاته، ودعاك إلى مجالس العلماء وأهل العلم وجعلك من المهتدين. وأما ما سألت عنه من بكائك عند ذكرك لوالديك، فأوصيك أخي في الله أن تصبر وأن تحتسب ولا تلام في هذا البكاء، فإن في القلوب رحمة للوالدين والولد، وقد يذكر الإنسان والدا طالما شمله ببره وإحسانه وعطفه، فيتفطر القلب بفراقه ويحزن بذهابه، وقد يبتلى بأم حنون طالما حملت ووضعت وأحسنت وربت، ما ذكر حنانها إلا تفطر قلبه حزنا على فراقها. ولا شك أخي في الله أن أعظم ما تقدمه لوالديك، وقد صار إلى دار البلاء وانتقل إلى الله جل وعلا، أن تذكرهما بصالح الدعوات، وأن تسأل الله أن يسبو عليهما شآذيب الرحمات، وأن تدعو لهما صادقا من قلبك، فما ترك الوالدان للولد شيئا أعظم ولا أجل ولا أكرم ولا أنفع ولا أشفع من دعوة صادقة من القلب. وكم من أم تمرغت في التراب ميتة في لحدها تنتظر برا من أولادها من أبنائها وبناتها، وكم من أب كريم طالما أحسن وطالما أفضل وأجزل، هو اليوم أحوج ما يكون من ابن بار يذكره بدعوة صالحة ولا ينساه بما قدم من جميله وإحسانه وبره. نعم، إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا تنام في بكائك على والديك وحزنك على فراقك لأمك وأبيك، وهذه رحمة أسكنها الله في قلبك، ولكن بشرط ألا تتمادى في هذا البكاء وألا تكثر من هذا الحزن، بل عليك أن تكون قويا بالله مستعصما بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. كم نظر الله من فوق سبع سماوات إلى من ابتلي في هذه الدنيا من البليات، من فراق الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، ولكن الله عز وجل أحسن الخلف لهم، فأبشر بكل خير من الله عز وجل، وأنت الموفق ما دمت تسلك سبيل الهداية، وما دمت تحس أن الله أنعم عليك بأعظم من والديك، وهو قربك من الدين وطاعتك لله رب العالمين، وهو حبك للعلماء والصلحاء وغشيانك حلق الذكر. فيا هذا عوضت خيرا أخي في الله، إن اليتيم ليس الذي فقد أمه وأباه، إن اليتيم
من فقد حنان الأبوة والأمومة وعاش في ضنكها وشدتها وبلائها. نعم كم من ابن سواك أبواه على قيد الحياة قد ذاق مر الحياة وصعابها بوالديه. فاحمد الله عز وجل على كل حال، واسأل الله العوض وحسن الخلف، ففي الله عوض عن كل فائت. ما أوصيك بشيء مثل كثرة الدعاء لوالديك والترحم على أبيك وأمك، خاصة الأم تجعل لها من البر أضعاف ما لأبيك، فتذكرها وتجعل لها من الدعاء أضعاف ما تجعل لأبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فأمك لها حق عظيم أن تكثر من الدعاء لها. وأما ما سألت عنه من التوجيه في رعاية الأيتام، فإن الله عز وجل وصى بالأيتام خيرا، وصى بهم آباءهم، فمن وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وهو يحس أن أبناءه وراءه ذرية ضعيفة يحتاجون إلى من يقوم عليهم ويخشى من الموت، فعليه أن يترك وصية لهؤلاء الأيتام. وليس هناك أضعف من اليتيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق اليتيم، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فلما قال أحرج معناها الحرج والإثم العظيم لمن ضيع حق اليتيم وحق المرأة. والغالب في هذين الضعيفين أن يستنصر بالله عز وجل، والله نعم المولى ونعم النصير. أولا والداء اليتيم عليهما أن يحسنا الوصية، فيوصي بأولاده إذا كانوا صغارا ويخشى عليهم الموت ويخشى على نفسه الموت وأنهم يضيعون من بعده، يكتب في وصيته. إما أن يوصي إلى أعمامهم فينظر أحسن إخوانه صلاحا ورحمة وبرا فيوصي بأبنائه من بعده وبناته، أو ينظر إلى بقية العصبة من القرابة فيكتب وصية. وهذا أصل، أن كل من خاف على ذريته من بعده أن يكتب الوصية بالرفق بهم. وأما الأمر الثاني فإن اليتيم على عموم الناس له حق عظيم. واليتيم، من هو اليتيم ومن يعرف حق اليتيم؟ لا يعرف حق اليتيم إلا من أسكن الله في قلبه الرحمة، ولا يعرف حق اليتيم إلا من اكتوى بنار اليتم وذاق نوعته وشدته وألمه وضيقه وحسرته. تأمل، لو نظرت الناس في أفراحهم وقد غدوا إلى تلك الأفراح، فهذا يحمل ابنه وهذا يقوده بيده، فيخرج اليتيم فلا يرى ابنا مع أبيه إلا تفطر قلبه، ولا رأى والدا مع ولده إلا اعتصر فؤاده بالحزن، وكأن لسان حاله يقول أينك أنت أبي؟ خاصة إذا عاش فترة من حياته ومعه أبوه، طالما يغدو به إلى فرحة من الأفراح، إلى عيده أو إلى مدرسته، فإذا جاء ذاك اليوم الذي اختار الله فيه والده وأصبح يغدو وحيدا فريدا تألم قلبه، ولا رأى أبا يمسح على رأس ابنه ولا يشمه ولا يلفمه إلا كانت تلك القبولات وكانت تلك الحسنات نارا يكتوي بها اليتيم في قلبه، حزنا على أبيه وفراقه له. فاليتم نوعة وحزن لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك أسكن الله الرحمة قلوب الرحماء، فحنوا على الضعفاء
كان بعض الفضلاء لا يهنا له العيش ولا يمر عليه يوم إلا وقد زار الأيتام في دورهم. وبلغ ببعضهم أنه كان لا يسكن المسكن إلا وفيه الأيتام، وكان بعضهم لا يفعل الوليمة إلا وفيها اليتيم، وكان بعضهم فلم يزل ولم تزل هذه الأمة بخير ما عاش فيها الرحماء أليتم حزن وألم. ويا ليت كل معلم وكل موجه إذا كان في فصله أن يسأل عن اليتيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا علم أن في فصله أيتاما عاملهم معاملة تليق بهم، فإن الله يقول: وأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، فاليتيم قهره شديد وقعه عظيم أثره. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. من الذي يكفل اليتيم غير ذلك الرجل ذو القلب الرحيم؟ من يكفل اليتيم غير ذلك السوي الرضي الحليم؟ من يكفل اليتيم غير ذلك الذي يستر الرحمات والباقيات الصالحات واللطف من الله في الحياة وبعد الممات؟ إنها دعوة لكل عبد صالح موفق أن يحسن إلى الأيتام. الإحسان إلى اليتيم بالكلمة، إحسان إلى اليتيم بالتصرف، إحسان إلى اليتيم بقضاء حاجته وقبول شفاعته وتيسير أمره وتقديمه على غيره في الحدود الشرعية. الإحسان إلى اليتيم أوجب ما يكون وآكد ما يكون إذا كان من الأقرباء أو كان من الجيران، فجيرانك الأيتام تحسن إليهم وتتفقد حوائجهم حتى تجمع بين الحسنيين وتقوم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتيم. ولا شك أن الأمة لا زال فيها الخير ولا يزال فيها الرحماء ولا يزال فيها الفضلاء ولا يزال فيها الحلماء الموفقون للخير. نسأل الله العظيم أن يكثرهم في الأمة وأن يبارك مساعيهم. ومن الإحسان إلى الأيتام جمع التبرعات لهم في الحدود المنضبطة، وكذلك دون أن يفتح الباب عليهم بالإسراف والسفه. ومن الإحسان إلى الأيتام معالجتهم عند المرض وعند الحاجة. ومن الإحسان إلى اليتيم الهش والبش في وجهه والسرور عند لقائه والمسح على رأسه وعدم إذلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذلك وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه.